السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا جلال بيك من باريس يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. نحب نعمل عن تي بيلون على الانتخابات اللي تعدت في تونس بتاع المجلس الوطني التأسيسي. تعرف العدو الرئيسي نتاعنا هو حزب الدستور سيفري، لكن الأكثر منه عداء للحرية وللوطن، أكثر منه نعم أكثر منه عداء للحرية وللوطن هم الأخوان المجرمين اللي بعد الحسابات هذية نلقاو عندهم 1,500,000 صوت. يعني في تونس بوتنسيلمون فما 1,500,000 ظلامي أو مغرر به أو كذلك أصوات كثيرة مزورة ومهاش موجودة، معناتها في الأصل ما عندهاش ناس صوتت، معناتها أنا فوتي أون سول بيرسون أبي فوتي 4-5 فوا، كما قلنا مثلا في فرنسا في المكاتب التكميلية فيها أكثر من 20,000 صوت وتمت انتخابات فيها بطريقة غير قانونية وغير شرعية. لليست الإلكتورال تحضرت في الديار في الزورديناتور متاع الناس في ديارهم، وسهلة ياسر من بعد أكل لليست الإلكتورال هيك تتفرق على حركة النهضة وتقوم الخدمة متاعها متاع البورتا بورت، وتعرفوهم هم يخدموا كل المال عايشين معهم ثم في تونس، وأنا نعرفهم بالكدال يعني عشرتهم كثيرا ونعرفهم. دونك النهضة فيها 1,500,000، في 1,500,000 هذوما صوت النواة الدور نتاعهم، النواة الصلبة نتاعهم تاع الاخوان المجرمين كلهم عن بكرة ابيهم مشاو صوتوا وما مشاوش حجوا، لانه بالنسبة لهم الحج الى بيت الله الحرام اقل قيمة من تصويت حركة المجرمين تاع النهضة. ولو انه انا واحد من الناس اللي ضد الحج الى بيت الله الحرام تحت ظل الاحتلال الامريكي والصهيوني. به نرجع طبعا الانتخابات البينو نتاعنا عندنا 1,500,000، كي تجي تحسبه معناتها بارابور كور الكتورال تونسيان، كور الكتورال مش للشعب التونسي، معناتها الناس اللي عندها الحق تنخب لازم يكون عمرها كدي 18 سنه الى نهار جابش تنخب، لكن معناتها للناس اللي عندهم حق تنخب اي بيسكو 20% دي كور الكتورال، يعني من الجسم الانتخابي في تونس، وهذا ما مثلش حاجه كبيره ياسر. دونك النهضه ماهيش اغلبيه في تونس بالرغم السرقه نتاعها، بالرغم الفلوس المشبوهه، الجوامع استعملوها، استعملوا القرآن، استعملوا كل شيء، استبدوا بالهوية التونسية. هو اللي هو معناتها شفتوا توا في قناة قناة البنفسجية كيفاش قالوا انتصار النهضة هو انتصار على المعادين للإسلام، معناتها الأحزاب الأخرى القوميين والبعثيين ويحزب حتى الشيوعيين والوطد والبوكت وغيره بالنسبة لهم هم معناتها المعادين للإسلام، وبالنسبة كيف كيف يعني الحركة النهضة كيف كيف هي وقناة البنفسجية هذه. المطروح توا في تونس شنو يا ناس؟ نسيبوا الاخوان المجرمين وحدهم يحكموا البلاد؟ نخليهم وزارة الدفاع؟ نخليهم وزارة الداخلية؟ كي شفتوا انتوما في بوشوشة نعاودها مرة أخرى تحلت الجوامع، الجوامع في تونس توا ولات البوليسي ما غير ما نورمال عادي بيدخل بالزي نتاعو ويصلي. هذا غير مدني، غير قانوني، غير مش معقول الشيء هذا. أنت تحب تخلي النهضة عام كامل تحكم حدا في تونس؟ اللي يدخل الحكومة اللي فيها النهضة تسمى خاين عميل؟ نو. أنت طبيعة تكره الفراغ. وزارة التعليم تسدها النهضة خلات، وزارة الثقافة تسدها النهضة خلات، التعليم العالي كيف كيف، أي 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 حقيبة وزارية تاخذها الحركة المجرمة هذيا فهو خطر على الأمة، خطر على الشعب التونسي. الذباحة اللي قاعدة تحوس في تونس والشرطة تتفرج والجيش يتفرج وندعيو إلى هدر الدماء، حركة النهضة ما تمددش بها لأنها الناس هذوما هما البرارمي الذراع العسكري المسلح للأخوان المجرمين في تونس، ويتقاسموا في الأدوار لي جونتي فاس لا تيلي إي لي أساسان لي كريمينال دو فيت. الذباحة بالمجد والجزارة تشوفوها في القروان في الكاف وغيره وغيره. بن جعفر مازال حد هلا ما خذا حتى قرار، هذوما اشاعات قاعده تدور انه باش ياخذ الخارجيه، باش ياخذ حقيبه وزاره الخارجيه. انا ما يظهر لي شيء بصراحه، يعني بوليتيكمون اسكي لانتي شنو المنفعه نتاعو باش ياخذ وزاره الخارجيه؟ طبعا وزاره سياده، لكن وزاره الخارجيه باش يفاوض مع شكون؟ مع الامريكان، باش يفاوض مع الفرنسيس، انو راه با بوكو دو بوا، وهذا يعني يتسمى انتحار سياسي. انا ما نظنش الاخ ميشولي او الصديق او التونسي المواطن نتاعنا مصطفى بن جعفر بالحماقه هذه بالسجاله هذه،
سذاجة هذه. العل المطروح أنه بور لانستون الجوفرنون بالنسبة لي أنا اللي باش يتشكل باش يكون يعني في جانبه الغالب غير شرعي، لأنه حركة النهضة ضدها تعون، وإن شاء الله المحكمة الإدارية هذا نعمل عليكم على شعبنا باش يقف ضد أي محاولة من المحكمة الإدارية أنها تخلي القوامة نتاع النهضة تصلح، ولأنه يجب إسقاطها. أخويا جبدونا كشف الحسابات نتاعكم، الفلوس منين جات؟ كيفاش استعملتوا الجامع؟ فما ممنوع تستعمل الجامع، ممنوع تتكلم باسم الدين، ممنوع أنت مصحح في التأشيرة نتاعك أنك ما تستعملش الدين، أنك دين معناتها مدني. ناس متكذبوني، الناس مش بهيم للدرجة هذه التوانسة، وسورتو كتو ضرب الكاشف ما يسووش مليون الأخوانجية في تونس، بالرغم معناتها الإرث يحرثوا في أرض نشولها جاهزة اللي هم، لأن شعبنا مسلم كون الريوبا، وعمل كذلك على بعض الجهل السياسي والتغرير وشراء الذمم وكذلك التزوير والسرقة والنهب وغيره. الناس اللي توا تقول أوكو جلال بريك غربينا، ما غربيك حتى حد، لا يجب ترك الاخوان المجرمين وحدهم في البلاد. شفتوا قلت لكم مره مع قبيله وعاودت لكم مره اخرى، الاخوه البوليسيه في ظرف عام فما شكون باش يولي 100% اخوانجي، وتصوروا وانت اللي شنو يجر عليه. ما نخليوش المؤسسات السياده بدون رقابه من ناس ديمقراطيين ومشهود العالم انهم ديمقراطيين. مصطفى بن جعفر انسان ديمقراطي ماهوش ثوري، انا لا انتمي لهذا الحزب وين سوي با اون كارتي، ما عنديش كارت انا نتاع سماه ربي نتاع التكتل نو، مي سي ان هوم ديتا سي لو سول كي بو راسومبلي لو بوبل تونيزيان اي جو ني با اي تور دو لو سوتنير، لانه جاء ثالث بالرغم من انه الاخوان المجرمين ومؤتمر من اجل اللاهوتيه نتاع القرد اللي وجهه ما يتغسلش حتى بابور من شولا كامل نتاع جبال وجهه ما يتنظفش، هو يقول عليه ضبوط قرده. المطروح على الثوار وسمي روحهم ثوار هكا وصعصعوا يا خويا، بردوها قدام المحكمة الإدارية أنها تسقط قوامة على الأخوان المجرمين، وعلى الجيش أن يتحمل مسئولياته في حماية البلاد والعباد، مش مسيبنا الجمهورة المجرمين بتاع تورا بورا حوسوا في البلاد ويهدروا في ولاد الشعب. أنا دمي مش مشكل مهدور، جي با بزوان فوتريدني فوتر سوتيان دو فوتر بروتيكسيون، أما ولاد الشعب مش ولا بنات تونس، ولاد تونس مهدين في ارواحهم، اي واحد معناتها اي صوت نشاز على هؤلاء الجرذان نتاع الناتو يتذبح ودمه يتهدر. التهويش الزايد حكايه فارغه، والاحزاب هذه اللي مازالت تسمي روحها ديمقراطيه وطنيه تعمل جبهه ديمقراطيه لمحاربه الاخوان المجرمين سياسيا، وعلى البوليس والجيش ان يقوم بدوره في حمايه الحدود من التسريبات نتاع الاسلحه اللي جايه من ليبيا الشقيقه والحبيبه الاسلاميه. عملية الذبح اللي قاعدة تصير في ليبيا سي بيان توشي فو لي كا، وهذا محمل رأسا رشيد عمار المسؤولية القانونية والدستورية والتاريخية في عدم حمايته للحدود التونسية، وتركان الحامل عنابل للذبحة تحوس في القروان أو ولتها ولا ردتها إمارة إسلامية كما يقول كما قال العقيد رحمه الله وهو شهيد الأمة وشهيد الإنسانية. إنعم ارجعوا توا تفرجوا في الفيديو نتاع العقيده محمد القذافي تلقاو كلامه كله صحيح، ونتمنيك على الاكسون نتاعو واللبسه نتاعو رانا فوتر دو كومون يسابيني كومون يبارل المفيد المضمون نتاعو. سلام على شعبنا وان لا ثوره حتى النصر. هذا جلال بريك من باريس يحييكم ويشد على ايديكم كالعاده، وانها كذلك لا ثوره حتى النصر. نعاود مره اخرى قبل ما ننسى باش نذكر اللي تحب تقوش توا وكشف المستور والخفايا والليل لا ورينا ذرعانكم وخرجوا اكل جلدوه بيشدوا ذبحوه، واكل كلب هذاك المجرى ذبحوه بافيزيكمون بيان سور يعني تنفحوه قدام الناس وتضغطوا عليه باش القوائم هذه ما سقط حتى قائمه نتاع حركه النهضه لا هي اللي كان بالعريضه نتاع الهاشمي الحمدي. سلام على شعبنا مرة أخرى وإن لا ثورة حتى مصر، وعندي باج جديدة اسمها جلال بريكس افيك اس وظل فيها دوني 400 500، نعمل عليكم نسترجع أكثر من 33 ألف اللي كانوا، نحبها تعملوا عليا مزية شماتة بالأخوان المجرمين وملتيبي بار 4 ماذا بينا 120,000 في أقل من شهر. سلام على شعبنا وإن لا ثورة حتى مصر، ما عليها كلمة الثورة وما انتهتش الثورة،
المثير انه الشعب هذايا عنده 3000 سنه حضاره ما يسقطش في الظلاميه نتاع الاخوان المجرمين نتاع قطر نتاع الخليفه ذبح بوه وذبح والديه وفما حتى امكانيه أن الشعب هذا يرضخ ويستكين الاخوان المجرمين فارفعوا رؤوسكم عاليا فانتم الجبال الشاهقه وكما كانت تقول الخنساء وفي صخر لتأتم الهداة به كانه علم في راسه نار. شعب تونس علم اي جبل في راسه نار يعني قمه الشعله نتاع الثقافه والحضاره اجمل من ستاتو ليبرتي نتاع امريكا هي صور عليسة وحنا بعل مؤسسي تونس وليست الجرذان نتاع الناتو خنازير الخليج. سلام عليكم حاشا بيان سور الحضاره العربيه والاسلاميه سلام على شعبنا وانها ثوره حتى نصل بدي كثرتها بالكلمه هذه مي سي امبورطون دو لو رابلي.